لا الساتيراسيون ديالو مزيانة إلا هي 94 ها الأوكسجين هاديك الأوكسجين ديالو هذا نفس الأوكسجين 60 ديالو وي جلس في بلاصتك فوا 60 ديالو ديالو بقاش دوك الأعراض شنو هذا؟ ها مزيان ديما نجي نبدا في البنايا 15 يوم مي تو غتجي بدا مي تو غتجي بدا تو سود مي تو غتجي بدا سود سود هو تو سود تو زق تو غتحرق تو غتزيا غير شويه ترحال في التنفس تاعها فين هو السعود زق ديني غا تاس لا قوتير السعود هو تاس ها هو مزوار وفين غاك كوفيد قال لي شاد واسع تاع الشكه بعدا على قلب بعدا استعمل الدواء النيت كذا الدواء النيت اين اين زي زي الحالات سبحان الله اين زي الحالات يجا يعني غاس الامراض المزمنه غاس الامراض المزمنه واللي توخى يقل فازي كوفيد وخا الحاله نسال كاع عاود ما لقى التحليل كوفيد يروح ولكن تقيمات في المضاعفات من كوفيد يتجاد راه نسقي تقيمه دي ثارو سكر ديال الناس مازال عاد واجبو مليح اذا تنصحي وذا بعد على الاقل ويزيش يسد الحمد لله اخر سفيراسيون سبعيني ساتوراسيون 98 دي بيوت 98 دي يعني 90 دي مزيان بزاف تعتبر احتاج جروس الاكسجين لان والدها يبقى كيخدم الزيش غاس الامراض المزمنه طيب قرانين غاس السكر غاس الطونسيون غاس كذا الزيش والمصيبه خبيني الناس شنو يجي غاس تلقى الامراض يتعطر يتغيب هذا اذا دار جات العائله لصق على سناوة قاسم شويه زعما حقا دا ويجي هذا ويفيميرو قا راه قاسبيطاقا كذا وفي مشى الحاج واش تقول تنير هو جد التمثيل دار الواقع سي ورنيشان شي نوجو باش نسايحين نغني سي غاسل البرتيكيو الله يحفظك هاك اللي يحفظ ربي شو الفضل يلا زعما قشعر هاي يا استاذ مغار هاي يا الله عمركم اسلام الله يحفظك اسيدي الله يحفظك الله يشافيك اوليدي هاني شغيني الله يشافيك امدي واحد بالشفاء خاتيا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله تما خاتي حاجه قت مليح حالا ما الحاجه لوقاش مزيان صاروه مليح قد بلا الغاز ديال حقا هاد كوش 92 93 عرس الحمد لله مزيان لان الهواء قلص الاكسجين شي بغاس الاكسجين نزيد ربي براو لي مباراتو بقاش مليح دكتور نخصك باش تستنغ باش الاخوان مره تستنى مضفع النوض خدمه ذو تناري فينو ثاني تاد لاصال سلف نديت اي حاله تزدغ المستعجلات غاس النقص ديال التنفس المستعجلات اول ما ديتها مهروشي تاس داريتها لي سيرجونس ريسبيراتوار لي سيج ليكيب ممرض طبيب ديني اخويا استدعى الحاله ترى غندير يا اما مهروشي ديال العيان بزاف كيعدو مباشره غا قسم الانعاش مهروش شويه ديال تحت الحجر ما رق مزيان مشى ديتا غتفق ولكن الادويه غتحت على جلد الدم الا ما راه غاس امراض مزمنه مشاو للسيده والده غاس السكر غاس الطونسيون خاطر يسير العلاج هذيك قيمته في المراقبه مزيان شكرا جيت سكانير ولا غاديولوجي دابا كومبليتمون ديدي كوفيد يعني كله كيستقبل غير المرضى ديال كوفيد الا كانت شي حاله مستعجله ولا هذا باغي ما يمكنش تستحمل كنصيفطوها للعوين حتى هي فيها سكانير او الا كانت شي حاله مثلا اللي يمكن تعاين شي شويه كستيريليزي هاد لابارتي كلها كتعقم وكندخلوا المرضى العاديين بالنسبه للسرطان صافي مزيان هذه المصلحه اللي كانت نورمالمون في الاونكولوجي ديال مرضى السرطان للاسف رديناها دابا كوفيد ولات سكون ابيل لي سوان انتونسيف ما قبل الانعاش اللي كيجيو في حاله متوسطه الا تزاد عليهم الحال بزاف كيجيو لعند الانعاش في 10 د الاسره كلها مجهزه بالاكسجين وكاينين دابا لي زانفيرمير داخلين راه نفسي كيدخلوا وتحت المراقبة وكاين طبعا الكاميرات وداك الشيء باش كيراقبوهم اللي يجي سوا انبوسيبل لا لا ما يجي تبغى تصحى السرطان لا تدي ما الخبر كيقى في الميزة قد خزامة قوي فن قد تجيب العلاجات المرضى
اخويا التليفون تيتسني راه قبل الثالثه الحالات والمرضى ما لقاكم وضعنا كذا مستعجلا خويا اللي جينا وين قال الانعاش ما لقى حاله يكس الماسك مثلا كذا حتى في تراكتر يكس الماسك عنده ثلاث الادويه في الزوار وهكذا ذني تال بدا يتيري في الميرا تراقب دابو الا الخبر اللي انا خويا فد سي نورمال ولا حد لان اخو قريت هذا ممتاز شكرا هذا لو دوزيام بوست دو سيرفيونس قالت ورا مخو قالت بدالنا سليم علاش انا قريت على الاخر ولا حد انا قد بدالنا نجمع ديني النظافه ديني تبدلني معلاش والمركز المراقبه الثاني جا ندير بلوك اوبيراتوار جا ندير قسم ملي تبغى تقل العمليات القراص لا ريانيماسيون 2 لا ريانيماسيون 1 لا ريانيماسيون 2 هو المركب الجراحي وقيت على اخر ميزي وزما وزما بدا انت مهراش ديك انت اما الا كان شي واحد عادي يعني عادي كيكونوا في الحجر الصحي العادي هذا هو الديريكسيون ديالو الحقيقه ماشي غير السيرفيس تاعها وين تلقى السيرفيس د بوم والامراض الصدريه وهذا من الزوار وتغلي ديال الحجر الصحي اللي غادي تبقى الحاله وبائيه مستقره وغا مزيان ومن يكمل مره ليس العدد الاسره ذا المصلحه الامراض الصدريه كلها كوفيد المصلحه غيرين الامراض العين والاذن والانف والحنجره كلها كوفيد المصلحة هي داس نجيت وريدة ديال الباطمية ثالثة التروماتولوجي جراحة العظام كلها كوفيد 56 سالية تما المصلحة تودي النس جراحة الأطفال كلها كوفيد إذا يعني الطاقة اللي تما لوبيتال يدور أزين سبيطار 90 دي ميا أزين سبيطار مرة جلال المنطقيين ديها ملي جا الإنعاش ديال القلب والشرايين والجراحة الميتين إن جا خاص باش وتوقع مخلط جاي جا 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 جا.